السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب الصف الاول الاعدادي، اهلا وسهلا بكم في قناه الاسكوله، معاكم مستر هيثم التركي. النهارده بدانا الوحده الثانيه زي ما خدناها في الدرس اللي فات. النهارده بقى في الدرس الثاني اللي هو بيتكلم عن حاجه اسمها تحولات الطاقه. طبعا احنا فهمنا في الدرس الاولاني الطاقه اللي هي المقدره على بذل شغل، وخدنا انواع وصور الطاقه وخدنا امثله عليها، طاقه الوضع وطاقه الحركه والطاقه الميكانيكيه، وحلينا مسائل كتير قوي قوي على الدرس اللي فات. في الدرس بتاعنا بقى درس صغير كده وجميل، تحولات الطاقة. طبعا احنا واخدين من زمان من واحنا في سنة خمسة ان الطاقة يمكن تحويلها من صورة الى اخرى، يعني انا ممكن يكون عندي طاقة احولها لطاقة تانية. زي ايه يا مستر؟ مثلا المصباح الكهربي بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية، الجرس الباب بتاعنا اللي احنا بنخبطه ده بندق عليه عشان خاطر يرن، ده بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة صوتية، السخان الكهربي اللي عندي في البيت بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية. يبقى معنى كده احنا عندنا تحولات للطاقة، وهنا العلماء بيبدأوا على طول يكتشفوا ويخترعوا مجموعة من المواد التكنولوجية والأجهزة التكنولوجية. تقول لي احنا عندنا كمبيوتر، انا عندي تلفزيون، انا عندي راديو، انا عندي سيارة، كل الحاجات التكنولوجية دي الغرض منها ايه والهدف منها ايه؟ ان احنا ننوع مصادر الطاقة عشان عندنا تنوع فنقدر نحول الطاقة من صورة الى اخرى. تعالوا تابعوا معايا في الدرس ده، هنشوف ايه تحولات الطاقة اللي موجودة عندنا، هنشوف ايه الاثار الايجابية والاثار السلبية للتكنولوجيا والحاجات التكنولوجية اللي موجودة. ان شاء الله هيكون درس مفيد، تابعوا معايا الفيديو للاخر، انتظروني. تذكر ان احنا عايزين نفكر مع بعض، خدنا كلام قبل كده كتير في الموضوع ده ان الطاقة بتتحول من صورة الى اخرى. امثلة مثلا، كمثال عندنا مثلا مصباح الكهربي، طبعا احنا عارفين المصباح الكهربي ده بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية، وعندنا كمان المكوة دي بتحول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية. معنى كده ان احنا زي ما احنا عارفين الطاقة بتتحول من صورة الى ايه؟ اخرى. يجي سؤال يقول لك عن لما ياتي الطاقة الميكانيكية لاي جسم عند اي نقطة في مسار حركته تساوي مقدار ثابت. ليه الطاقة الميكانيكية بتساوي مقدار ثابت؟ طبعا لان النقص في طاقة الحركة للجسم يساوي الزيادة في طاقة وضعه، والعكس ايه صحيح، وده احنا اتكلمنا عليه من الدرس اللي فات. اثناء مرور كرة البندول بموضع السكون تكون طاقة حركتها أكبر ما يمكن. ليه لما طاقة لما كرة البندول بتمر بموضع السكون بتكون طاقة الحركة أكبر ما يمكن؟ طبعا طاقة الحركة ليها علاقة بالسرعة، يبقى نقول على طول لأن سرعة كرة البندول بتكون أكبر ما يمكن. عند وصول كرة البندول إلى أعلى نقطة تكون طاقة الوضع مساوية للطاقة الميكانيكية. ليه عند أعلى نقطة بتكون طاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية؟ طبعا لأنه عند أعلى نقطة بتكون طاقة الحركة في الوقت دوت كام؟ صفر. وزي ما احنا عارفين ان الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الايه؟ الحركة. فبالتالي لما تكون طاقة الحركة بصفر يبقى الطاقة الميكانيكية هي طاقة الوضع. عند وصول كرة البندول الى اعلى نقطة تكون طاقة حركتها بتساوي صفر. ليه بقى هتكون طاقة الحركة بتساوي صفر عند اعلى نقطة؟ طبعا الاجابة بتاعتي لانه عند اعلى نقطة تكون سرعة كرة البندول بتساوي صفر. تتشابه حركة أرجوحة الملاهي مع حركة البندول اللي تتبادل طاقة الوضع وطاقة الحركة في كل منهما، بيحصل فيهم تبادل ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة بس بشرط يفضل المجموع بتاعهم ثابت. إذا قذف جسم الأعلى تتقدم طاقة حركته عند أعلى ارتفاع، بتكون طاقة الحركة بتزيد يعني طول ما احنا ايه طالعين، طبعا لأنه عند أقصى ارتفاع تتحول كل طاقة الحركة إلى طاقة ايه وضع. كلما اقترب جسم من سطح الارض وهو يسقط سقوطا حرا تزداد سرعته نتيجة لزيادة طاقة الحركة. تعال نشوف بيقولك ماذا يحدث لو سقطت المياه من اعلى لاسفل، ايه اللي يحصل؟ طبعا هيحصل ايه؟ تتحول طاقة وضع المياه الى طاقة حركة. اندفعت كرة من اسفل الى اعلى، لو كرة اندفعت من اسفل الى اعلى ايه اللي هيحصل؟ قال لي تتحول طاقة الحركة الى طاقة ايه؟ وضع. صعد شخص سلما وهو يحمل حقيبة، يبقى معنى كده يتم بذل شغل على الحقيبة وتحتفظ به في صورة طاقة وضع. تعالوا بقى نتكلم على تحولات الطاقة. أول حاجة هناخدها مع بعض العمود الكهربي البسيط. إيه يا مستر عمود الكهربي البسيط ده؟ ده عبارة عن بيتركب من إيه؟ محلول حمضي بينغمس فيه معدنان مختلفين، يعني بنجيب كده اناء بنحط فيه حمض وبنحط فيه معدنان مختلفين زي مثلا حديد ونحاس، نحاس وخرسين وهكذا. طب ايه اللي بيحصل به بقى؟ بيحصل فيه ايه؟ تفاعلات كيميائيه. المعادن اللي هي المعدنين المختلفين اللي احنا لسه قايلين عليهم دول بيبداوا يتفاعلوا مع الحمض ده، يبقى معنى كده بيحصل تفاعل كيميائي. طب بيحصل ايه بقى؟ اللي بتتحول فيه الطاقه الكيميائيه
الى طاقة كهربية، يبقى عشان هو حصل تفاعل كيميائي يبقى هتتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية. وادي الشكل بتاع العمود الكهربي البسيط، ونخلي بالنا كويس جدا من الشكل ده عشان بيجي كتير عليه اسئلة في الامتحان. بيبدأ ادي زي ما انتم شايفين كده، ادي ده الاناء الزجاجي اهو اللي انا بظلله ده دلوقتي كده، ده الاناء الزجاجي. ادي المعدنان المختلفان، واحد من النحاس والتاني من الخرسين. وتخلي بالك النحاس ده القطب الموجب، والخرسين ده القطب الايه السالب، عشان بيجي ساعات يقول لك القطب الموجب هو مين، القطب السالب هو مين. يبقى النحاس ده القطب الموجب والخرسين هو القطب الايه السالب، ومحطوطين هنا مع بعض في حمض كبريتيك. النقط اللي انتم شايفينها دي كلها حمض كبريتيك مخفف، اللي هو الرمز بتاعه H2SO4، وده هنتكلم عنه بالتفصيل بس في الترم الثاني. بيحصل بقى تفاعل كيميائي ما بين الحاجات دي كلها، فتبدا على طول تتولد طاقه كهربيه زي ما انتم شايفين كده، تخلي المصباح يضيء. خلي بالك من الرسمه دي عشان الرسم ده مهم جدا، الرسم ده مهم علشان بيجي في الامتحان يجيب لك رسمه ويقول لك حط عليها البيانات. في برضه نفس الفكره بتاعته بنعملها بليمونه، ان انت لو جبت الليمونه، طبعا الليمونه دي بيكون جواها حمض، ونحط زي ما انتم شايفين كده في الليمونه معدنان مختلفان، مثلا نحاس وحديد مثلا، ونوصلها ببوصله. بيحصل ايه؟ طبعا على طول التفاعل الكيميائي بيتم، والسلك اللي انتم شايفينه ده كده بيمر فيه تيار كهربي، فيخلي المؤشر بتاع البوصله يحصل له ايه؟ ينحرف. قال لي هات ليمونه وبوصله وسلك نحاسي وساق من الخرسين، هنضغط على الليمونه كده نقعد نطريها كده بايدينا عشان تصبح ايه؟ لينه، وبعد كده بنحط فيها ساق خرسين والسلك اللي هو النحاس، وبعد كده بنكون دائره مغلقه زي ما انتم شايفين كده مع البوصله. طبعا الملاحظه انحراف ابره البوصله، يعني تلاقي الابره كده بتاعه البوصله عماله تتحرك يمين وشمال، ده نتيجه ان حصل مرور تيار كهربي، ان اتحولت الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربائيه. جت من الطاقه الكيميائيه الليمون ده اللي هو الحمض اللي جواه مع النحاس مع الخرسين، بداوا ينتجوا مع بعض طاقه كهربيه. تمام، خلي بالك ان لازم يكون المعدنان مختلفين في العمود الكهربي البسيط والليمونه اللي احنا برده شرحناها، عشان ممكن سؤال يجي لك لك ماذا يحدث اذا كان المعدنان متشابهان. طبعا في الحاله دي لن يمر تيار كهربي. تمام كده اهوت. طبعا في حاجه اسمها دائره كهربيه زي الرسمه اللي انتم شايفينها دي، بتكون فيها عباره عن بطاريه. طبعا البطاريه دي زي العمود الكهربي بتحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه. عندي مصباح كهربي ده بيحول الطاقه الكهربيه الى طاقه ضوئيه، وعندي هنا ده مفتاح. المفتاح ده طبعا بستخدمه لفتح وغلق الدائره. طبعا دي الادوات بتاعتنا، عمود كهربي، مصباح، اسلاك توصيل، مفتاح. الخطوات هنكون دائره زي الشكل، اغلق الدائره لمده دقيقه واحده ثم افتحها. طبعا المس زجاج المصباح بيده هتشعر بايه؟ هتلاقي ان انت طبعا في سخونه شويه كده، والمصباح اضيء. طبعا التفسير ان مر تيار كهربي في المصباح فتحول، فبدا ان هو يسخن ويتوهج ويطلع منه ضوء، فبالتالي بيسر التيار الكهربي في الدائره الكهربيه الايه المغلقه. لازم تكون المفتاح بتاعنا مغلق عشان خاطر الدائره تمر او التيار الكهربي يمر. يبقى هنا في المصباح الكهربي تتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ضوئيه وحراريه. ايه ده يا مستر، هو المصباح بيطلع حراره؟ اه، قال لي لو انت جيت مسكته بتلاقيه سخن، عشان كده يقول لك يجب الحذر او يجب عدم لمس المصابيح الكهربية اثناء اضاءتها. ليه ما ينفعش ان انا المسها اثناء اضاءتها؟ طبعا لانها بتكون شديدة السخونة. فخلي بالك السؤال ده مهم جدا، عشان بيجي ساعات في الامتحان يقول لك اكمل ما ياتي، في المصباح الكهربي تتحول الطاقة الكهربية الى طاقة نقط وطاقة نقط، تتحولت لطاقة ايه وطاقة ايه؟ تقوم قايل له ضوئية وحرارية. طب يا مستر لو اداني نقطة واحدة بس ما ادانيش نقطتين اكتب ايه؟ قال لي تكتب ضوئية بس. تقول لي طب ينفع اكتب حراريه بس؟ اقول لك لا. ليه؟ قال لي عشان المصباح الكهربي اساسه ايه؟ اساسه ان هو يطلع ضوء مش ان هو يطلع حراره، يبقى احنا بنكتب حراريه دي لما يكون مديني نقطتين. تعالوا بقى نتكلم اهو، ادي سؤال هو بيقول لك علل لما ياتي يحظر لمس المصابيح الكهربيه اثناء اضاءتها، اثناء اضاءتها طبعا لشده ايه؟ سخونه. تحولات الطاقة داخل السيارة، من ضمن الحاجات المهمة جدا ان السيارة دي فيها تحولات طاقة كتير جدا. تعالوا نشوف بقى كده. أول حاجة آلة الاحتراق الداخلي. إيه يا مستر آلة الاحتراق الداخلي دي؟ طبعا أنتوا عارفين أول ما إحنا بنركب العربية بنبدأ ندور العربية، وأنت بتدور العربية كده بتحصل تك 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 كده هو. دي اسمها آلة احتراق داخلي. بتحصل فيها إيه بقى؟ قال لي بتتحول فيها الطاقة الكيميائية. تقول لي الطاقة الكيميائية دي جاية منين يا مستر؟ أقول لك جاية من البنزين.
البنزين ده بيحول بيطلع طاقة كيميائية، بتبدأ الطاقة الكيميائية دي بتتحول في الوقود، بتتحول إلى طاقة إيه؟ حرارية. يبقى دي أول حاجة، الطاقة الكيميائية هتتحول لطاقة حرارية. بعد كده الطاقة الحرارية دي بينتج عنها طاقة ميكانيكية تخلي العربية تتحرك. يبقى كده أول حاجة حصلت في آلة الاحتراق الداخلي، اتحولت الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية ثم إلى طاقة ميكانيكية. يعني كده احنا زي ما اتفقنا اهو، في آلة الاحتراق من كيميائية دي أول حاجة، طب هتطلع إيه؟ حرارية دي تاني حاجة، وتالت حاجة ميكانيكية اللي هي يعني حركية. نيجي بعد كده بقى إيه؟ الدينامو. بيبقى الموتور بتاع العربية متوصل بيه دينامو. الدينامو ده ياخد إيه بقى؟ يتحول فيه جزء من الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. تقول لي إيه ده يا مستر، هو إحنا محتاجين كهرباء للعربية؟ أقول لك آه. ليه بقى؟ قال لي عشان جزء من الكهرباء ده هيروح للمصباح اللي هو الفوانيس، هتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. طب والراديو، عايز لو انت عايز تشغل مثلا اي حاجة في الراديو، هتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة صوتية. طب وسخان التكييف اللي هو التكييف يعني، قال لي بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. تقول لي ده يا مستر هو التكييف بيطلع حرارة؟ هقول لك الطاقة الحرارية معناها البرودة ومعناها السخونة، يعني سواء طلع برودة فدي اسمها طاقة حرارية، سواء طلع سخونة فدي اسمها طاقة حرارية. دي تحولات الطاقة داخل السيارة وحفظ، عشان مهمة جدا جدا لازم بيجي عليها سؤال في الامتحان اهو. علم ياتي أهمية آلة الاحتراق الداخلي للسيارة مهمة في ايه؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان هي بيحصل فيها 3 حاجات، أول حاجة الطاقة الكيميائية تتحول لطاقة ايه؟ حرارية. بعد كده بتتحول لطاقة ميكانيكية تتسبب في حركة السيارة. بعض التطبيقات التكنولوجية عندنا ماكينة الحياكة اللي هي مكنة الخياطة، دي بتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. عندنا المفاعل النووي ده بيحول الطاقة النووية إلى طاقة كهربية. عندنا التلفزيون ده بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية وطاقة صوتية، لأن هو بيطلع منه صوت وبيطلع منه صورة، يبقى معنى كده ضوئية وصوتية. الخلايا الشمسية، ودي بتكون موجودة في الأقمار الصناعية وفي سفن الفضاء، دي بتحول الطاقة الضوئية اللي هي بتاعت الشمس إلى طاقة كهربية. التليفون المحمول ده بيتحول فيه الطاقة الإشعاعية إلى طاقة صوتية، لأن هو بيشتغل بالإشعاع بيتحول إلى طاقة صوتية. الخلاصة بتاعتنا، الطاقة لا تفنى ولكنها بتتحول من صورة إلى أخرى بواسطة العديد من التطبيقات. كل التطبيقات اللي احنا اتكلمنا عنها دي علشان خاطر العلماء بيخترعوها. يعني ليه العلماء اخترعوا التليفون؟ ليه اخترعوا التلفزيون؟ عشان يستفيدوا من تحولات الإيه؟ الطاقة. فعشان كده بيطلع عندي بقى حاجة مهمة جدا، قانون بقاء الطاقة، هام جدا. قال لي الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. بتتحول من إيه؟ من صورة إلى صورة أخرى، تمام كده؟ طب بس زي ما التكنولوجيا ليها إيجابيات ليها سلبيات، تعالوا نشوف بقى كده. قال لي عندي السيارات، الآثار السلبية بقى بتعمل طبعا عوادم، السيارات دي بتعمل تلوث كيميائي وأصواتها بتعمل تلوث ضوضائي، آلات الحفر بتعمل تلوث ضوضائي، المبيدات الكيميائية بتعمل تلوث للماء والهواء وللتربة، الأسلحة الذرية دي بتسبب الدمار الشامل والموت، شبكات التليفون المحمول دي بتعمل تلوث كهرومغناطيسي. طبعا ممكن يسألك يقول لك ايه هي الآثار السلبية للتكنولوجيا؟ تشرح بقى أي حاجة من اللي عندك دول، السيارة ايه الآثار السلبية بتاعتها، آلات الحفر، المبيدات الكيميائية، الأسلحة الذرية، وشبكات التليفون المحمول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اي سؤال عندك اكتبه لي على طول في كومنت وانا هدخل بنفسي اجاوب عليه. ذاكر الدرس كويس جدا، ما تحاولش ان انت تاجله تاني يوم، على طول النهارده ذاكر وحاول ان انت تحل عليه على طول. ما تنساش تحت الفيديو، تحت في الوصف هتلاقي في عندك مجموعه من اللينكات والروابط، في رابط لاختبار تفاعلي، في رابط للشيت، وهتلاقي كمان الاجابات بتاعت الشيت دوت. على طول اعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه. كان معاكم مستر هيثم التركي من قناه الاسكوله، اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.